اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج مؤشر النيل، نتعرف خلالها بالرصد والتحليل على اداء سوق المال المصريه والتي ارتفعت مؤشراتها لدى اغلاق تعاملات جلسه اليوم الاحد اولى جلسات الاسبوع، حيث ارتفع مؤشر البورصه الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبه 6% يصل الى مستوى 12000 نقطه و523 نقطه، كما ارتفع مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه اي جي اكس 70 بنسبه 84% ليصل الى مستوى 2408 نقاط. شملت الارتفاعات ايضا مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا والذي زاد بنسبه 56% ليصل الى مستوى 3500 ونقطتين. ومشاهدينا الكرام، المزيد من التفصيل والتحليل ينضم الينا على الهاتف الاستاذ حسام عيد خبير اسواق المال. استاذ حسام تحياتنا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وبالساده المشاهدين. يعني استاذ حسام، اليوم الجلسه خضراء والمؤشرات السلاسه مرتفعه، وايضا على ما يبدو حجم السيوله مرتفع، الاسباب وراء هذا الارتفاع المتواصل ربما من الاسبوع الماضي؟ هو طبعا زي ما تابعنا كده في بدايه التعاملات، نجح المؤشر الرئيسي للبورصه المصريه الاي جي اكس 30 في استعاده مستوى المقاومه الرئيسي وهو مستوى هام جدا وهو ال 12600 نقطه، ولكن سرعان ما حدث عمليات جني ارباح من قبل المؤسسات العربيه، عمليات جني ارباح يعني بشكل طفيف وبشكل مؤقت، ده اللي ادى الى تقليص مكاسبه الصباحيه واغلق على ارتفاع محدود قدره 8 نقاط، ولكن استقر ايضا اعلى مستوى ال 12500 ومسجل مستوى 12523. والايجابي جدا في جلسه النهارده كان اتجاه المؤسسات الاجنبيه والمصريه نحو الشراء وفتح المراكز الماليه بالقرب من مستويات الدعم الرئيسيه للمؤشر، وده اللي انعكس ايجابا على اداء المؤشر في ختام التعاملات واغلق المؤشر بالمنطقه الخضراء. وطبعا زي ما شاهدنا كده وتابعنا كل المستثمرين تابعت ان المؤشر الرئيسي يعني بيؤدي افضل اداء ايجابي دي منذ سنتين وبيسجل مستويات قياسيه منذ اكثر من عامين، وده كان ناتج ومدفوع بعمليات شراء مكثفه من قبل المؤسسات المصريه والعربيه والاجنبيه ايضا في بعض مستويات الاسعار، ده اللي انعكس ايجابا على اداء المؤشر ودفعه لاستعاده مستوى ال 12600 في بدايه التعاملات، ولكن يعني لم ينجح في الاستقرار اعلاه ولكن اغلق بالمنطقه الخضراء بنهايه التعاملات اليوم. طب استاذ حسام، يعني هو احنا كده تاكد لنا الثبات فوق ال 12000 نقطه اللي هي حقيقه غابت من فتره طويله، يعني ولا هل الامور قد تتعرض الى شكل من اشكال جني الارباح وكسر هذا الدعم؟ لا، يعني اعتقد ان مستوى الدعم الرئيسي والهام جدا وده اللي اكد عليه اداء المؤشر خلال الاسبوعين الماضيين هو مستوى ال 12000 نقطه، وده يعني استقراره اعلى من هذا المستوى اكثر من 3 جلسات واربع جلسات، ده اللي دفعه الى استعاده مستويات المقاومه التاليه بدايه من ال 12200 نقطه واختبار مستوى ال 12600 نقطه بجلسه اليوم، ولكن يعني نقدر نقول ان خلاص فتره التجميع اللي كان بيعاني من المؤشر الرئيسي وكنا بنشاهد فيها عمليات شراء كبيرة جدا من المؤسسات العربية تحديدا والمؤسسات المصرية بالأسهم القيادية، وده ناتج عن يعني ان القيم السوقية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية وخاصة الشركات القيادية بالمؤشر الرئيسي يعني مستويات أسعارها حاليا هي أقل بكثير من القيم العادلة لهذه الشركات، وده الأمر اللي دفع أغلب المؤسسات العربية بعمليات استحواذ متتالية بأكثر من 7 عمليات استحواذ خلال النصف الأول من العام الجاري، وده اللي انعكس إيجابا على أداء المؤشر الرئيسي مطلع شهر أغسطس بهذا العام، واستمرارا للأداء الإيجابي اللي احنا شفناه منذ أغسطس شهر 8 الماضي، شفنا فيه استكمال لحركة الصعود للمؤشر والارتدادات القوية للمؤشر الرئيسي، وإن شاء الله نشوف فيه استمرار لهذا الأداء الإيجابي في العام الأخير في الشهر الأخير من العام الجاري، وإن شاء الله ده هيكون مدفوع باستمرار اتجاه المؤسسات العربية والمصرية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية
يعني التي كانت تعاني من فترة تجميع كبيرة جدا، ومستويات أسعارها حاليا جاذبة جدا للشراء، وأن القيمة العادلة لأغلب الشركات المقيدة بالمؤشر الرئيسي أكبر بكثير من القيمة السوقية، وهناك فرصة حقيقية وقوية جدا لتحقيق مكاسب ومعدلات أرباح مرتفعة بالاستثمار وضخ السيولة وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالمؤشر الرئيسي. الأستاذ حسام عيد خبير أسواق المال، أنا بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخلة، كنت معنا على الهاتف. ومشاهدينا الكرام، في جلسة اليوم ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبة 6% ليصل إلى مستوى 12000 نقطة و 523 نقطة. ارتفع أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 84% ليصل إلى مستوى 2408 نقاط. وشملت الارتفاعات مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا، والذي زاد بنسبة 56% ليصل إلى مستوى 3500 ونقطتين. على صعيد القطاعات الأكثر تداولا في البورصة في جلسة اليوم، جاء قطاع خدمات مالية غير مصرفية على رأس القطاعات الأكثر نشاطا بنسبة 19.56%، وحل قطاع العقارات ثانيا من حيث التداولات بنسبة 14.55%، وجاء قطاع موارد أساسية في المركز الثالث من حيث التداولات بنسبة 12.19%. هذا وقد ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 2.3 مليار جنيه، ونهاية التعاملات عند مستوى 824 مليار جنيه وسط تداولات كلية بلغت أكثر من 2.5 مليار جنيه. ومشاهدينا، للمزيد من التفصيل والتحليل يسعدني أن تكون معي ضيفة في الاستوديو الأستاذة جيهان يعقوب خبير أسواق المال. أستاذة جيهان أهلا بحضرتك. أهلا بك. يعني بداية، في كان معنا الأستاذ حسام عيد على الهاتف وتحدث عن الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع المؤشرات اليوم. واضح ان هذا الارتفاع متواصل منذ الاسبوع الماضي. التأثير الرئيسي من وجهة نظر حضرتك يعتبر ايه؟ هو مجموعة من الاحداث الايجابية اللي طلت بظلالها على المؤشر، منها المؤتمر الاقتصادي والاهتمام بالاستثمارات وخلق مناخ استثماري جيد، مؤتمر المناخ وما نتج عنه من شراكات واستثمارات في الهيدروجين، هيبان اثرها في على الميديوم واللونج تيرم. مؤخرا كمان نتائج الاعمال الجيده في خلال التسع اشهر اللي كانت غير متوقعه في قطاعات كتير، كل ده دفع المؤشر نوصل ل 12600. شيء داعي للتفاؤل ومطمئن الارتفاع وتجاوز المؤشر 12500 نقطه، بس دايما السؤال المتكرر، هل هذا الارتفاع يعبر عن الاسهم ولا لازلنا في حالة الانفصال ما بين المؤشر والأسهم وسهمك مؤشرك؟ لا، في الطلوع الحالي اللي احنا شاهدناه من شهر 7 منتصف شهر يوليو 22 كان معبر، يعني قطاعات كتيرة طلعت مستجيبة للأحداث المناخ الاستثماري المنتظر. تمام. طيب دلوقتي في إعلان عن تأسيس وتكوين الهيئة العليا للاستثمار، وقرار ايضا واعلان بطرح شركات جديده في البورصه المصريه، هل دول ممكن الخبرين دول ممكن يكونوا سبب وراء ارتفاع السيوله، ام ان هناك سبب اخر ومستقبل السيوله كيف ترينه؟ مجموعه الاسباب كلها بتصب، او مجموعه الاجراءات والقرارات والنقاشات على كل المؤتمرات اللي حصلت بتصب في صالح مناخ استثماري جيد، فده خلق نوع من التفاؤل ودخول أموال مؤسسات عربية مؤسسات مصرية، أدت بأن أنا أشوف يعني قوة شرائية تعدي الـ 2 مليار. تمام. بس لكن أنا كمستثمر، وده يمكن اللي أنا عايز أركز عليه النهاردة، أشوف المشهد صعود السوق نفسه وأحط سيناريوهات للتواصل. أنا مش هقول هنواصل صعود ولا لأ ولا هنتراجع، لازم أشوف السوق هي الأكشن بتاعه شكله إيه، وأنا يبقى عندي الرياكشن كالمستثمر. فلو أنا هقول شوية بحب أشوف الصورة الكبيرة أكتر،
لو انا هقول من 28 السوق عمل ماشي في قناة عرضية صاعدة بخط ميل يكاد يكون بطيء. تصحيح يعني جاني ارباح بسيط مش لا لا تصحيح. لا بطيء بطيء تمام. من 2020 عمل زي قناة اول قمة فيها 11.490 عند في شهر 6/2020 او سوري 9/28/20. القمة الثانية كانت في 7/21 عند 11.670. القمة الثالثة كانت 12.70 عند في شهر 1/22. النهارده في احتمالية قمة، انا ما اقدرش اقول يعني لازم اراقب ارقام معينة لان احتمالية الخط الاتجاه بتاع القناة العرضية دي عرضي مايل للصعود. حضرتك لو انا شفنا الاربع قمم اللي تكونوا، انا لسه الاخير الرابعه دي ما تكونتش لسه، ما قلتش لسه ما ظهرلهاش يعني ما ظهرلهاش، بس انا هحط لها اكتر من احتمال لتكوينها او لاختراق الخط وانتقال الاسعار لمنطقه سعريه تانية، وبالتالي اقدر اقول المؤشر يستهدف ال 13200 وال 14.5. طب انا امتى اقدر اقول انها فعلا تاكد هذا الصعود والاتجاه اصبح صاعد مش عرضي ولا في جني ارباح قد يهدد هذا الصعود؟ اول احتمال هحطه اكتر تفاؤل بدايه من بكره. احنا النهارده اغلقنا عند 12500 وكسر يعني 515 اعتقد. تمام. فانا الاداء بكره منتظر، لو انا في صعود الاداء بكره منتظر ان انا اخترق الرينج بتاع اليوم النهارده. رينج اليوم النهارده تقريبا اشتغل من 12515 ل 12650. من المفترض ان انا ما اكسرش اللو بتاع النهارده ده لو انا بنظره تفاؤليه وان انا اخترق القناه العرضيه الصاعده دي المايله للصعود، واقول ان انا هيبقى عندي مستهدفات تانية. هل هي نفس الاسباب هل الاسباب اللي هي ادت الى الارتفاع هي اللي ممكن تكون ما تكسرش القاع بتاع النهارده؟ احنا ولا ممكن مستجاب الواقع اسباب احنا في جديدة؟ فرق بين احنا اجتمعنا عملنا مؤتمرات حطينا توصيات، بس ما زال شيء مهم جدا التايم المحتاج ان انا افعل الحاجات دي على ارض الواقع. هو السوق هنا طلع من 8600 في شهر 7 لغايه النهارده طلع على مرحلتين. اول مرحله خدت لها حوالي 2000 نقطه، تاني مرحله اللي هي النهارده كان البيك بتاعها 12600 650، دي تعتبر 1.61 1.61% من الطلوع الاولاني، فدي تعتبر منطقه جني ارباح لانواع مستثمرين كتير. السيناريو الاحتمال الثاني اللي هو اكثر حذرا، ويمكن انا بميل لده اكثر لشويه بدعمه بشويه مشاهدات ومؤشرات ثانيه، ان انا امشي في اتجاه عرضي لمده اسبوع 2 3 في منطقه تجميع ما بين ال 12 12650 الى ان اخترق خط القناه السعريه وابدا احقق مستويات فوق ال 650 12650. الحركه في الاتجاه العرضي ده بيخوف المستثمر، فقد يتخيل انها تحصل حركه تصحيح. معنى كلام حضرتك ان لو حصلت اهم حاجه ما يكسرش عندي على مستوى المستثمر اللي هو داي تريدنج ديلي تريدنج او الشورت تيرم او بالظبط، اهم حاجه ما يكسرش اللو بتاع النهارده اللي هو 12515. لو كسر التصحيح وجاني ارباح يعني ابتدي ابتدي للمستثمر كتير. اللي هو الشورت تيرم يبتدي يجني ارباح ويحافظ على الارباح اللي عملها، لان احنا طالعين 5000 نقطه مش قليلين. فبالتاكيد اللي انتقى اسهم كويسه فهو عامل ارباح فيحافظ عليها ويبتدي يجني جزئيا. اللونج تيرم بقى عينه على اللو بتاع الاسبوع اللي هو كان بدايه من يوم الاثنين اللي فات اللي هو 12070 او 12000 فلات. كسر ال 12000 فلات يخليني يجيبني للسيناريو التشاؤمي ان انا ما زلت ماشيه في القناه العرضيه المالية للصعود. ورجع تاني لدعم 11200 و11200 هو الاقوى بالنسبه لي، هو كان المقاومه الاصعب يعني. انا بميل للاحتمال التاني ان انا امشي عرضي ما بين 12 ل 12600 لان انا شايفه اداء جيد في المؤشر السبعيني.
اللي هو بيشير او بيشاور لي على حته مهمه قوي، ان اسهم المؤشر السبعيني هتبقى اوت بيرفورمانس المؤشر التلاتيني. المؤشر السبعيني كسر ال 2300، ودي كان مؤشر جيد قوي يرشحه. ما هو ده بقى السؤال الاهم بقى، هيحصل الارتباط ما بين المؤشرين وتبدا السيوله تتوزع ما بين المؤشرين، ولا نبدا نشوف مؤشر صاعد مؤشر نازل ويحصل تبادل ادوار؟ مفيش مؤشر نازل مؤشر صاعد، بس مؤشر من فتره كده عشنا ال 70 وال 30 بيتبادلوا السيوله. ممكن الاقي في الاسبوعين اللي جايين ان المؤشر التلاتيني اقل اداء او ثبات في مستوى اسعار معينه، وتنتقل سيوله لاسهم المؤشر السبعين اللي حقق مستهدفاته عندي ال 2500 ال 2700. حظ الاسهم ايه بقى من حجم السيوله اللي وصل تجاوز ال 2 مليار ده؟ هل في عداله توزيع حصص متناسبه ما بين الاسهم، ولا لا تزال هناك اسهم راكده وما بتتحركش زي ما بيقولوا؟ والاسهم القياديه فين ودور مش مفروض انا اعترض في الحفله دي كلها يعني؟ انا اعترض. السي اي بي طبعا هو اللي قاد المؤشر التلاتيني وقاد موجه التفاؤل اللي حصلت نتيجه استثمارات داخله كتير، وده يشير لاستثمارات اجنبيه فيه طبعا. تمام. وان هو سهم مؤسسات وسهم رئيسي يعني. انما انا بعترض على حته عداله، مش المفروض يبقى في عداله. مش عداله يعني بمعنى الكلمه، يعني هو صح تعبير نوع من التوزيع، لكن كل اسهم كل سهم يبقى له حصته وحظه من السيوله، ولا في ركود لاسهم؟ لان كانت دي الحقيقه يا استاذ جيهان، كان الفتره اللي فاتت كنا دايما بنتكلم على في ان في اسهم راكده ما اتحركتش مع اي درجه صعود للسوق. راكده لايه؟ لازم ادور على الاداء المالي بتاعها، لازم ادور ادارتها شكلها ايه، لاش فيها ادور على حاجه فيها. التحليل المالي بتاع بالظبط. معلش هو للاسف وقتنا خلص، لكن دايما بنسعد بوجود حضرتك معانا يا استاذه جيهان يعقوب خبير اسواق المال، ولسه ان شاء الله نتمنى يعني الـ 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 الحظ الواعد والجلسه زي ما نقول التريليونيه باذن الله. مراقبه مستوى ال 12000 مهم، مراقبه للدي تريدنج، مراقبه 12515 مهم. شكرا يا فندم لحضرتك، شرفت. شكرا شكرا شكرا. مشاهدينا دي كانت حلقتنا اليوم من مؤشر النيل، اللقاء غدا فريق عمل جديد، دمتم في امان الله.